أبدأ كلامي بتحية الإسلام. سلام عليكم وعليكم السلام. هلا أسمع رامي أنت وهو وهي معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر عبد الرحمن واليوم راح نتكلم عن قصة كنتاكي. بدي آكل كنتاكي. والله في قول آخر KFC كفس. نسيت أقول يا حبيبي. يا حبيبي لحين نخش في مقطع من جد. اليوم عندنا إعلان للتطبيق المعروف اللي بالمناسبة كثير بتجينا أسئلة الفترة الماضية. عمر فين ممكن يلاقي PlayStation 5؟ PlayStation 5 تقدروا تلاقوه في موقع نون يا جماعة الخير. عندهم خصومات على الملابس والإلكترونيات وفوق الخصومات الموجودة في كود الخصم اللي لما تستخدموه تحصل على خصم إضافي وعندهم توصيل سريع. المنتجات توصلكم ممكن خلال يوم أو يومين بس. فشوفوا مثلا هنا انا جيت بطلب بنطلون محشوز الله يكرمكم. محشوز كان سعره قبل الخصم 549 ريال، سعره بعد الخصم صار 329 ريال. هذا بدون كود الخصم، لسه ركبنا كود الخصم خصم مبلغ اضافي 25 ريال على الفاتوره. شكرا نون لرعايتكم لهذا الفيديو ونرجع للمقطع. اليوم عندنا مقطع راح يخليكم جيعانين، مو بس للاكل بل حتى للنجاح، لانه قصه ملهمه ورهيبه مره، بس حتجوعوا اكثر من ناحيه الاكل. انا من دحين بدات اشم ريحه كنتاكي في الغرفه. متاكد ان القصه مره حتعجبكم، فقبل ما نبدا اشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، فعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليقاتكم ورائكم في المقطع في الكومنتات. احب اقرا تعليقاتكم يا جماعه الخير. قصتنا اليوم تبدا مع الكولونيل ساندرز. كان طفل غلبان، ولد في اسره فقيره جدا جدا جدا، وفوق الفقر اللي كانوا يعيشوه ابوه مات وهو عمره 5 سنوات يا حبيبي. فرغم صغر سنه كان عمره 5 سنوات، اضطرت امه انها تتركه مع اخوانه واخواته الصغار انه ينتبه عليهم، وكانت هي تروح تشتغل ساعات طويله برا البيت على اساس انها تجيب لهم فلوس يقدروا ياكلوا ويشربوا بيها. ساندرز كان مبسوط رغم انه كان صغير الا انه كان يحب الطبخ، ومن هو طفل كان يطبخ لاخوانه واخواته الصغار. اخونا ساندرز دخل المدرسه وكبر الين صار عمره 12 سنه. لما صار عمره 12 سنة أمه اتزوجت واحد حبيب مدري صاحبها، زوجها كان ما يحب ساندرز وساندرز ما كان يحب زوجها، فكانوا دائما يتضاربوا عن بعض لين ساندرز أخذ قرار قال أقول لكم حاجة أنا ماشي سلام عليك، ومشي وساب البيت وهو عمره 12 سنة وراح عاش في مزرعة قاعد يشتغل فيها وكمل دراسته الثانوية ودخل الجامعة ودرس المحاماة. وفي هذه الفترة اشتغل كل الشغلات اللي ممكن تتوقعها في حياتك، مزارع، حداد، رجل اطفاء، اي حاجه عشان ياكل ويشرب. وكان معروف انه اي مكان يروح يشتغل فيه كان هو اللي يطبخ لاصحابه الموجودين، وكان دائما يتنقل من وظيفه لوظيفه عشان يدور على مكان احسن، الين استقر بولايه كنتاكي او اللي يسموها كنتاكي. ما احب كنتاكي، كنتاكي ولا كنتاكي كذا احلى. كنتاكي اخ. استقر بولايه كنتاكي ولقى له وظيفه هناك، ويوم عن يوم بدا يجمع له قرش على قرش، ريال على ريال، دولار على دولار، الين افتتح محطه سيارات. ولحسن الحظ المحطه اللي افتتحها كانت في خط سريع، خط سفر، لكنه ما كان يحب يعني شغل المحطات والسيارات، ما كان يحبه، كان يحب الطبخ. مره من صغره يحب الطبخ. ففي المحطه فتح له كشك صغير كذا في الكورنر كان يسوي فيه الدجاج، فكانوا الناس يجوا للمحطه يعبوا بنزين يشوفوا الدجاج يروحوا يجربوه، والله الدجاج لذيذ. الين يوم عن يوم صاروا المسافرين صار جدولهم انه لما يمسكوا خط السفر ده لازم يشتروا الدجاج من عند عمنا ساندرز. وساندرز عجبته الشغله قال ايش اللي محطه وقروشه يا عمي، قفل المحطه فوق مطعم. ففك فوق المحطه مطعم. هو نجح لدرجه انه في واحد من رجال الاعمال عرض عليه تقريبا مبلغ 100,000 دولار، ماني متاكد كان 100,000 او 120,000 دولار عشان يشتري المطعم، رفض. قال لا يا حبيبي انا دجاجي مميز ولا يقدر بثمن. الكل كان يحب الدجاج تبعه، الكل كان يوقف عنده في خط السفر. وليش كانوا يحبوا الدجاج تبعه؟ لانه كان مكتشف وصفة سرية الين يومنا هذه ما حد يعرفها. كان يعرف يطبخ الدجاج بدون زيت باستخدام 11 بهار من البهارات اللي بالمناسبة هو كان يتحدى، يقول يا جماعة الخير شوف انا وصفتي السرية ما حد يعرفها، بس تراني استخدم 11 بهار بس، والبهارات اللي استخدمها موجودة عند كل واحد فيه، وروني كيف تقدروا تسووا زي الدجاج حقي. ما حد كان يقدر. بس للأسف نجاح المطعم حقه ما استمر كثير. ليش؟ لأنه المدينة قررت تغير الهيكل تبع الطرق، فمطعمه ما عاد صار في الخط السريع، صار محذوف هناك في آخر الدنيا في الصحراء. فبعد النجاح اللي حققه انتكس ومطعمه صار يحقق خسائر كبيرة، إلين قرر يبيعه حتى بنصف السعر اللي عرضوا عليه رجل الأعمال ذاك. ورجع صاحبنا ساندرز لنفس وضعه القديم، يلفلف يدور شغل هنا وهنا ويجمع شوية فلوس، إلين برضه رجع افتتح
فندق. المرة هذه كبرنا شوية فندق وصار يبيع الدجاج في الفندق، أي شيء يفتحه لازم يبيع دجاج فيه. بس للأسف تجربة الفندق معاه ما كانت تجربة ناجحة. ليش؟ لأنه فترة فتح الفندق كانت الحرب العالمية الثانية، الناس قاعدين يموتوا في الحرب وأخوينا بالله قاعد يقلي الدجاج. فهنا قال خلاص كفاية، أنا ما عاد حقعد أفتح مطاعم وأخسر وفنادق، أنا راح أبيع الوصفة تبعي وارتاح. أنا عارف قيمة دجاجي، دجاجي هذا حيدخل مليارات الدولارات. وكان يلفلف عند كل رجال الأعمال في المنطقة، يسافر من مدينة لمدينة من ولاية لولاية، ويقال انه راح جلس مع اكثر من 1000 شخص يعرض عليه فكرة الدجاج ويلا نفتح مشروع، كلهم رفضوا. ما في الا 5 كده سلكوا له وكده شويه، الين ربي فتح عليه وقابل بيت هارمان رجل الاعمال الامريكي اللي قال له تصدق والله عجبتني الفكره. دقيقه وربي نسيت حاجه مره مهمه، استنى ليه؟ لما كان صغير واحده من الشغلات اللي اشتغلها انه دخل الجيش، رغم انه كان صغير كيف زور هويته، زور تاريخ ميلاده عشان يحسبوه كبير عشان يدخل الجيش، عشان كذا كانوا يسموه الكولونيل ساندرز. ما علينا، نرجع للقصه. لما قابل رجل الاعمال بيت هارمان عجبته الفكره وقال له يا سيدي انا معك. قالوا الكولونيل ساندرز قال له اوكي انا موافق بشرط واحد، كل قطعة دجاج تنباع انا ليا 4 سنتات منها. اتفقوا وافتتحوا اول مطعم KFC كنتاكي، ولا على قول بعض الناس كنتاكي فرايد تشيكن. ياخ كنتاكي ولا بلاش، بدي اكل كنتاكي. تحسبوا اول فرع كنتاكي نجح؟ اول فرع كان فاشل. ليش؟ لانه كان في جنبه مطعم زي البيت كذا، مطعم مره مشهور كان فاتح جنبه، فكان كسر الدنيا عليه. مطعم كنتاكي كان يهشه ذبان. ما وقف صاحبنا الكولونيل ساندرز، بل برضه استمر في البحث عن رجال اعمال بانه يتوسع. كان يروح عند اكثر من واحد يقول له اسمع فك KFC بس انا لي 4 هلالات من كل دجاجه، موافق؟ موافق موافق موافق. لف الدنيا كلها الين بعد سنوات وسنوات وصل ل 600 فرع. شوفوا كم واحد جلس معاه عشان يفتح 600 فرع، مجنون. وما كان هو مالك مطعم او شيء، يعني كان مريح دماغه ويجي يقول لك تعال ابيع لك الوصفه حقتي وتعطيني بس النسبه تبعي. الين مطعم كنتاكي صار مطعم جدا ناجح في امريكا. في يوم من الايام جول 2 من رجال الاعمال، نبي ناخذ الوصفه السريه بقى والشغل، نبي نفتح مطعم، بكم تبيع لنا اياها؟ ولا اقول لك قبل ما تقول لنا بكم، 2 مليون دولار سلمنا الوصفه. الكولونيل ساندرز كان ذكي، قال لهم أنا وصفتي تساوي مليارات. طيب اسمع، راح نعرض لك 40,000 دولار راتب شهري لك طول عمرك. موافق؟ قال لهم لا. طب 50؟ لا. 60؟ لا. 70؟ لا. يا هو أنت كم تبغى؟ 75؟ موافق. اتفق معاهم وباع لهم الوصفة ب 2 مليون دولار وراتب شهري يوصل ل 75,000 دولار في الشهر إلين ما يموت. 300,000 ريال سعودي في ونجاح مطعم كنتاكي الآن ما يقارن بالنجاح لما باع المطعم. الآن الدجاج الدجاجتين اللي كان يقليها صاحبنا الكولونيل ساندرز في المحطة في الكشك الصغير تبعه صارت تباع في أكثر من 20,000 مطعم في أكثر من 120 دولة. وهذه المطاعم الرسمية، مو في مطاعم تقليد وكذا سيبوكم منهم، المطاعم الرسمية الأصلية. ليش تتوقع الكولونيل ساندرز نجح في الموضوع هذا رغم أنه أخذ منه سنوات؟ يجيك واحد عمره 30 سنة يقول لك والله خلاص القطار فاتني. الكولونيل ساندرز عانى في الموضوع ده من طفولته إلين يمكن صار عمره 60-70 سنة، طول عمره يحاول يثبت أنه الدجاج حقه يستاهل أنه ينتشر. اللي خلى الموضوع هذا ينجح إيمانه القوي بنفسه ومعرفته بقيمته. أنا عارف قيمة دجاجتي، الدجاجة اللي عندي تنطبخ مو أي دجاجة. سبحان الله نجح وصار يعني الأشياء اللي بناه يكلف مليارات. مو بس كذا، حتى عينوه مسؤول الامتياز والجودة تشريفا له، قالوا له أنت عارفين صار عندك راتب وتقدر تقعد في البيت وما أدري، لا تعال تسلى عندنا، شيك على المطاعم، شوف الدجاج حقك تمام، في ملاحظات عندك شيء نبغاك، وكان الله معكم يا شباب. فصار الكولونيل ساندرز نار على علم في ولايته كنتاكي، ومو بس في ولايته، في كل مكان، في كل مكان في العالم، لدرجة انه حتى محافظ ولاية كنتاكي كرمه قبل ما يموت. وتوفى صاحبنا الكولونيل ساندرز في عام 1980، وحتى دفنوه بالبدلة البيضاء حقته المشهورة والكرافتة، وراح وترك لنا وصفته السرية للعالم. فعلا جعل العالم مكان اجمل للعيش. تخيلوا العالم ما في كنتاكي. والله كنتاكي كلام صح، خصوصا الدجاج عنده السبايسي. ووو
ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالقصة اليوم. اضغطوا زر اللايك، اكتبوا لي ارائكم في الكومنتات، تابعوني في حسابي في السناب شات اللي حاب يشوف يومياتي ويتابع حصرياتي. وبس اشوفكم على خير في قصة جديدة. سلام عليكم. ايدي سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس اتش دي، وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع. بدي اكل كنتاكي.